دابا رجعنا لكم في باتيلاب، مازلنا مكملين معكم حتكشي الخمسة متاع العشية باش نحكي وفي لو ديبا لليوم على اللقاءات المعمارية لأفرو متوسطية اللي كانت تحت شعار العمارة ولا الهندسة المعمارية 4.0 والتكنولوجيا في خدمة العمارة والتراث. لقاءات كانوا حاضرين فيها العديد من المختصين من تونس ومن خارج تونس، ويمكن أهم الأسماء اللي كانت حاضرة نحكي اليوم على رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين مسيو خوزي لويس كورتيس اللي كان حاضر وكان ضيف شرف، ويمكن حضوره ينجم يترجم اليوم العمل اللي تقوم به العمادة لدعم الهندسة المعمارية ودعم كذلك صورة تونس في الخارج وصورة الكفاءات التونسية في الهندسة المعمارية. كانوا حاضرين معنا في الأسبوع اللي فات جملة من المتحدثين ففي اللقاءات هذه حكينا من التراث حتكشي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كل شيء تم تخطيطه تقريبا، ونحن باش نرجعوا على اهم النقاط في اللقاءات هذه. سعيده جدا اليوم بحضور مدام ليلى بن جدو مهندسه معماريه ورئيسه العماده التونسيه للمهندسين المعماريين. اهلا وسهلا بك ومبروك النجاح اللقاءات هذه. يعيش ميرسي بوكو، يعطيك الصحه بور لا كوفرتور ديما معانا، سا نو في بليزير سي بارتاجي. حاضر كذلك معنا سي امير التركي، فوزيت اركيتكت و بريزيدون دو لومار، كنت حاضر معنا دايما قبل وحكينا على لومار. مرحبا بك سيدي. يعيشك مرحبا بك انت ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين، وان شاء الله نعدي وقيت حلو ان شاء الله. دونك باش نرجع على الايام هذه اللي كانت شارجي برشا وحافله برشا، اختصاصات متعدده، مشاريع كبيره تم الحديث عليها وتخطيطها، مواضيع كذلك تم تخطيطها بمناسبه الاحتفال بذكرى تاسيس العماده. باش نرجع معك انت مدام ليلى، يمكن باش نحكي على جانب خفي ما يعرفوش برشا العباد، ايفينمون كيما هذايا بلامبلور هذايا بليزانفيتي هذايا، قداش قعدتوا تحضروا له وكيفاش حضرتوا له؟ والله سي ان ايفينمون سي ان تشالنج على ليميت، على خاطر ماك تعرف سورتو بوغ انفيتي دو موند مع دي اركيتكت انترناسيونو باش يكونوا موجودين معانا اكسيتيرا، دونك سي با دو تو ايفيدون. دونك عندنا كمان مده معينه دايوغ احنا باش ينجم يكون معانا رئيس معناتها لونيون انترناسيونال دي اركيتكت، خذينا رونديفو عندنا عام ديجا، ديجا سافي اون اني من اللي احنا اون بريفو لو رونديفو معناتها بور كيل مارك سا سور سون اجندا، وهو سي المنظم ياسر، دونك سي لو 22 سي لو 22 بيان سور قلنا لوحنا دو فاسون خاطر سي اون دات ما نجموش نهربوا منها، سي لانيفرسير دو لودر، سي لا جورني ناسيونال دو لاركتيكتور، دونك الحق فيو لي رابور كون ايساي ديتابليغ مع معناتها لي زورغانيزم انترناسيونو داركتيكت، دونك الحمد لله معناتها اون كوميم معناتها عباد يرجعوا لنا وي فول ريالمون كو معناتها بارتاجي افيك نو ليكسبيريونس هذيا اي كي نو سوتيان ايجالمون. دونك احنا ليفينمون هذايا كاين مده كيما قلت c'était pas facile معناتها pour organiser un événement، والحق احنا ديما كنا دايخ معايا امير كو جو سالو pour l'occasion خاطر il m'a été d'un grand soutien في l'organisation de cet événement، donc du coup pour معناتها نجمعوا مهندسين معماريين من العالم، مهندسين من الافريك سبساريان، مهندسين معناتها من دي زورغانيزم كيما الفيدراسيون افريكان دي اركيتكت فرانكوفون، دي لونيون دي اركيتكت افريكان، l'alliance des architectes arabes, l'alliance des architectes francophones, ou bien sûr l'UMAR, l'Union des architectes méditerranéens. Donc pour nous, c'était vraiment un challenge. Ou qu'il y a un objectif en fin de compte. C'est vrai, ou bien sûr, on a laminé un béchin en face des architectes tunisiens pour les architectes tunisiens. C'est-à-dire, donc, leur présence est importante pour discuter d'abord d'une thématique. En fin de compte, architecture 4.0, Donarjou Lambad, c'était une réflexion par rapport à la conjoncture actuelle ou le Moutakadem. Mais la présence, tout ce beau monde, c'était d'une part, l'architecte tunisien, qu'on a de visibilité sur ce marché, l'IHOA vierge, où il faut vraiment, c'est une opportunité à saisir, ou en même temps, pour valoriser, devant les représentants Hadouma, valoriser les compétences tunisiennes et les mettre en avant, dans l'intérêt, c'est d'échange d'expérience, d'échange de compétences, etc. Donc voilà, c'est l'objectif principal de cet événement-là. Excellent. Et je vais vous dire, c'est Amir, et je vais vous dire, d'ailleurs, à la note que vous avez dit, Mme Leila,
نحكيوا على اليوم الشعار اركتكتور 4.0 لا تكنولوجي او سيرفيس دو لاركتكتور اي دو باتريمون اللي مش متمكن والا ولد الميدان يقول لك التراث حاجه قديمه برشا ولا تكنولوجي حاجه اخرى يصير متطوره. ولكن انتم من خلال اللقاءات هذيا بنيتوا كما عملتوا همزه واصله وقنطره اليوم باش التراث هذاك يتم استعماله واستغلاله من خلال التكنولوجيات الحديثه. ودايوغ محمد امين فتوحي كان حاضر معنا هوني وهو مشارك parmi les speakers ومختص في الانتيليجنس ارتيفيسيال. اليوم الربط هذا اللي هو ماهوش سهل ولا سهل ممتنع، كيفاش قمتوا به في المراحل نتاع التحضير؟ شوف هو ديجا الديبار نتاعنا بوان دو ديبار ديما باش يكون من الشوا نتاع الكونتكست جينيرال. دونك احنا اون شوازي ديتر بيان سور دون سو كونتكست افرو ميديترانيان. دونك بالطبيعه وقت اللي نحكيو على الاركتكتور والا لا بريزونس دو الاركتكت في الـ في الـ في, الـ في الاسباس افرو ميديترانيان ديجا معناتها خلينا ليدونتيتي نتاعنا كتوانسه في بالواجهه المتوسطيه نتاعنا وبالواجهه الافريقيه اللي عندنا خلينا روحنا ديجا دون لو كونتكست. سو كيفي ما تنجمش تحكي على لو باسام ميديترانيان ولا تحكي كذلك على الافريك من غير ما تبويز من الباتريمون وليريتاج اللي موجود عندنا. دونك عندنا حضاره كبيره برشا كي كومون، سي اون سيفيليزاسيون كومون بارتاجي بار تو لي بيي كو سوا ميديترانيان ولا افريكان. هذا الشيء اللي هو بيان سور مش يعطينا معناتها يعطينا اون اسيز تري تري ريكونفورتابل باش نجمو نحكيو في الواقع نتاعنا اليوم ولا نحكيو في البروجيكسيون في المستقبل. سكي سور اليوم لا تكنولوجي كون معناتها كون فيو يو با سي لو برودوي دو لاتر هومان. معناتها لا تكنولوجي ني با ما جاتش ما هبطتش علينا مش مسقطه. احنا اللي قاعدين نطوروا في التكنولوجيا هذه، احنا اللي قاعدين نعطيوها في 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 اسلحه من عندنا احنا باش من بعد نغذيو فيها. يعطيك صح باش من بعد تنجم تدور علينا. دونك اليوم لي زونجو سي اون كيستيون دو في او دو مور، ماهوش كان في الدومين نتاع الاركتكتور في دون تو لي دومين معناتها كونفوندو. مي نحكي احنا على الدومين نتاعنا في الدومين دو الاركتكتور اون ايتي توجور كونفرونتي ا سيت بوسيبيليتي، يا اما انه مش ناخذوا لي زوتي هذوما تكنولوجيك ونردوهم دي زاتو ردوهم دي معناتها دي زوتي معناتها نوتر سيرفيس، والا مش يدوروا علينا مش يوليو دي زار معناتها ترونشونت ونوليو احنا فيكتيم دو نو بروبر برودوي. دونك هذاك علاش نقول احنا اليوم راهو الحاجات اللي عندنا احنا بيان سور اللي التكنولوجيا الحديثه ولا الانتليجنس ارتيفيسيال وغيره معناتها احنا قاعدين نغذيو فيها بحاجات موجوده من عندنا، ولكن كون فيو با اون نو زاتو اللي ما تنجمش تكون موجوده عند الانتليجنس ارتيفيسيال. يعني لام الروح ليموسيون كل ما نقدموه في تعاملنا مع بعضنا ولا في تعاملنا مع الاشياء هذا الكل ما تنجمش هي تعمله. وهذوما بطبيعه هذاك علاش نقولوا اليوم كذلك زاد المرجعيه التاريخيه. احنا اليوم معناتها اون بو بالونسي بيان كو توا وراو فما كلك لوجيسيال كي فون سا، معناتها اون بو بالونسي بين لو باسي الى افنير ولا بين لو باسي لو فيتور معناتها في هكا في فراكسيون سكوند. ولكن كيفاش تستعمل الباسي بور reconstruire ou là pour construire le futur, c'est ça ce qui est important. Donc là, on sent que quelles que soient les conditions, معناتها باش ما نبداو زيد احنا c'est vrai l'alerte لازم تكون موجوده معناتها تكون وين بها هذه مهمه في معناتها c'est un veille de bon sens. ولكن ما يلزمش يكون معناتها بحال الذعر اللي تخلينا الكل مجمدين والله الله غالب توا الانتيليجنس ارتيفيسيال مش تاخذ خدمتي ويولي المواطن واقف قدام الاورديناتور يقول له انا نحب دار على البحر تحل كذا تعمل كذا فيها ثلاثه بيوت فيها خمسه ما نعرف شنو فيها كذا فيها كذا لو طون اللي هو يكمل الديسكور نتاعو يلقى لي بلان ولي فساد حاضرين. سا سي فري هذايا صحيح ولكن ما ثماش روح، ما ثم حتى بيرسوناليزاسيون لانه هيك الفيلينغ هيك العلاقه اللي موجوده. يعني المهندس المعماري راه وقت اللي يدخل باش يعطي ان برودوي ما هوش يجبد من الخزانه ويعطي با دي تو، يعني فما ليان يعني يولي فرد من العائله، فما اسرار ما يحكيوهاش الناس في بعضهم. ساعات لو كوبل سو ديكوفر اترافير لا كونسيبسيون دون ميزون، معناتها يبدا تحس معناتها كانوا يا اما مختلفين وفي الدار قربوا والا العكس. غران تيست ان كوبل دايور اكزاكتومون سي لو بلو غران تيست ان كوبل. فهمت علاش؟ على خاطر وبيان سور الاركتيكت هنا يدوا اتر موديراتور، لازم يكون بالفيناس نتاعو بالزاده بالخبره نتاعو لي زوتي نتاعو il trouve les réponses باش يحافظ على لونيتي نتاع العائله توت اون ساشون اللي هو راهو il va apporter des réponses
بيرفيتمون معناتها بيرسوناليزي اديكوات للعائله هذيك وللراجل والمراه وللصغيرات اي بيان سور هذين نحسوا دونك هذاك علاش نقول راهو معناتها الاركتكتور 4.0 معناتها 4.0 5.0 10.0 في كل حالات راهو لكل وقت مش تجي فما تكنولوجيا قاعده تواكب فيه وتمشي معاه ولكن احنا قوتنا كما استعملنا في الماضي لي زوتي هذوما معناتها لي 3 دي في وقتنا امال وليلى تتذكر ما يافي با دو ديماج 3 دي اون فيرتوييل يافي معناتها احنا كنا نعملوا لي زيسكيس وحدنا وكنا نديسينا لا ما ونعملوا احنا بدينا ما غير اورديناتور نصوروا بدينا نافي ما با دورديناتور معناتها اش معناتها الاورديناتور كي جا اليوم جا امتداد سي ان اوتي سي ان اوتي اللي كنت تتصوروا بيدك سي لا فيزيون الخايبه اون فان كونت ما جتروف كو سي لا فيزيون استعملناه في حياتنا معناتها مش حاجه خايبه لي لا فيزيون ولي خذيت معناتها تكنولوجيا تولي تخوف فينالمون راهي ما تخوفش التكنولوجيا اذا كنا عرفنا نستعملوها ونستغلوها هي او فيت الا ايتي توجور لا او سيرفيس دو لوم ان فان كونت سكي مانتنون ديرونج سي لا فيتي سوبيريور كنا نقدموا ابتي با دينا بالتليفون سون في بالتليفون بعد وين سون فيل وبعد وين بالانترنت دونك سا بروني دو تان مي مانتنون اوجوردي اكتويلمون اون باس ا دي فيتي سوبيريور سي دير ليفولوسيون اي تري رابيد دونك سي بور سا كو هيدا جيت معناتها الخوف منها مي جو كرو كون اركتكتور Et comme dans tous les domaines, l'être humain il doit être là. Maintenant, il peut pas être contourné ni maintenant substitué. Et moi, c'est la vitesse qui fait que جاري يا ولد صعيبه شويه oui. اللي ماهمش مترينين اكسيتيرا مي اكزاكتومون دونك يفو سونتريني ايتر اجور هذيك علاش زاد راهو فما مهن ما عندهمش الحق يقعدوا في ستاد انيسيال معناتها ي دوافت ايتر معناتها اب تو ديت ما غير هذيك باش ي بوف غاردي لور بلاس معناتها و لور ترافاي و لور كونكورونس ايتر سور لو مارشي مالوروزمون الهانسا المعماريه اوفا هوزمون ما نجيري بور موا اللي سي كو فوالا اون بو سويفر معناتها احنا شنو الفيتيس هذي سي بارابور زيد معناتها لي جورني هذوما سيتي اون ريفليكسيون معناتها سي ان كيستيونمون اي سي اوجوردي كو سا فا كومونسي لي ديبا اي دايور في لوردر اون فا انشيني اون فا ايسيي دو تروفي ان سيكل دو كونفيرونس اون لايف ستريمينغ pour tous les architectes et qu'on traite de ce sujet-là parce que Rina Jane est beaucoup plus en une découverte. Mais femme à Barcha Jawin qui n'ont pas été traitées au cours de ces journées, faute de temps, faute de Barcha Hajid, même tenir à Tzimchnaki ou à d'autres technologies, les data science ou le Mazel, le Ling ou Mazel Tfiam à Tarke. Donc Rahi Mazemchkoun et Nabsbalayena, c'est peut-être important. D'attirer l'attention et que maintenant on commence à parler de ce sujet. C'est مهم جدا كيما قلت انت ما ناخذوش منطلق تهديد ولكن منطلق فرصه اللي نجموا اذا نتعرفوا ونفهموا كيفاش نستغلوها ونستعملوها هذا اكيد لو ديبات تحل في المجالات الكل حتى في الصحافه نحن كي نشوفوا لي روبو انيماتور اي جورناليست فوالا انا نرجع على نقطه اخرى مهمه اللي انا واحده من الناس نعتبرها معناتها من بين اسباب النجاح نتاع اللقاءات هذه هو حضور رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين دونك الحضور كان 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 مهم الاسم زاد لونيون بصفه عامه لونيون انترناسيونال دي زارشيتكت وكذلك الحفل اللي صار فيما يخص الاكسبوزيسيون اللي نظمتها وزاره الثقافه avec l'assistance نتاع expertise France فما تقريبا 94 مشروع مشاركين في هذايا فانتوما قولوا نحن بالتونسي ضربتوا عصفورين بحجر دونك فما العيد ميلاد فما لي رونكونتر فما ليكسبوزيسيون هذه اللي صارت وفيت هو باش اسافر باش اسافر هذوما ديجا تلف هذوما ثلاثة سون كوتي لي زوتر حتى اسي لا رونكونتر لا رونكونتر اونتر لي جون راهي سي لو نيتوركينغ ما تنساش اللي احنا خارجين من البيريود نتاع كوفيد يعني سي تري تري امبورتون ما نقولكش قداش هذه تقراها في عينين العباد الناس متعطشين لك الكونتاكت فيس تو فيس لك العلاقات هذيك سي تري تري امبورتون وتونس كون لو فيو با اترافي ليستوار اون تي توجور معناتها اون تيغ داكوي داميتي معناتها مره اخرى نوريهم اللي احنا راهو زايد اوني انكونتورنابل سور سو بلان لا ولي روتور لي روتور معناتها اللي رجعوا لنا جون سوي سور كو ليلى لي كومبلي مي لي روتور اللي رجعوا لنا من صحابنا اللي كانوا بحذانا واللي مشاو سي اكسترا اوردينير سي تري توشون معناتها فما الناس اللي يقول لك راني توا بديت نحس اللي انا نخدم في الاركتكتور ولا نخدم دون زان كونتكست اورجانيزاسيونيل Oui, c'est en fin de compte qui m'a dit, l'architecte, il est bâtisseur sur tous les plans, sur tous les niveaux, à différents degrés. Narjou, le houdour, c'est M. José Cortés. C'est un plaisir. De toute façon, il adore la Tunisie.
و particulièrement ce genre de rencontre. بالحق سي كلكان كي معناتها كي يدور معناتها في العالم. ديجا البارح كي وصلت وانا قال لي ماشي لسان فرانسيسكو ومن بعد اون سي دوني رونديفو في في كوبنهاغ. معناتها سي فريمون كلكان تبارك الله عليه اي كي في ريالمون معناتها إلي il est je crois là Mata il est très conscient de ce qu'il fait de son rôle à jouer c'est-à-dire mm-hmm. que de mettre en relation des architectes de partager peut-être des questions des questionnements des soucis faire ce qu'il peut pour réellement faire évoluer les choses donc احنا جيت ترابت كل ما بعد parce qu'en fin de compte Zeda Rahi هي مخدومه شويه الحق quelque part parce qu'au fait le concours avec international تاع la réhabilitation de la cathédrale du musée de Carthage ou la cathédrale bien sûr Bjambo c'était aussi c'était une idée initiée par l'ordre des architectes وقت اللي صار projet enfin ma expertise France اللي هي qui prend qui entre dans le cadre نتاع تونس وجهتنا donc elle subventionne des projets donc elle joue le rôle de maître d'ouvrage délégué et qui prend en charge معناتها ce genre de projet donc j'ai à l'assis puis tu as un concours national pour معناتها la valorisation la réhabilitation donc l'ordre a vraiment travaillé avec eux c'était pas facile خاطر le règlement d'un concours international ماهوش ساهل ça demande beaucoup de préparation beaucoup de disponibilité ou un peu contraignant الحق على خاطر c'est une ouverture pour des architectes de par le monde معناتها اي عبد ينجم ميشيل d'ailleurs d'où le nombre d'architectes qui ont participé معناتها on a eu 45 projets rendus معناتها فما participation certainement était معناتها par groupement احسب على الاقل 3 4 من الناس مينيموم معناتها و ان بلوس من 30 ناسيوناليتي شاركوا معناتها مش من تونس بركه دونك الحق بالنسبه نحن بالنسبه لودر ملوس سيتي il y avait un peu de réticence sur معناتها la formule internationale و quand on a معناتها l'ordre a bien expliqué les avantages الحق وزاره الثقافه مشيت في البرانسيپ هذاك و bien sûr à ma expertise France donc j'ai été nhar c'était prévu meloul kaouna bach tkoun le jour معناتها l'exposition hatta la remise des prix sar wahom qbal fi ramadan mais qulna quand même l'ouverture de l'exposition tsir nhar yawm معناتها نتاع المعمار la journée nationale donc comme ahna na'rfou hadik al hkay fahmin ahna chwaya donc l'invitation a été adressée à monsieur Cortez et tous les autres معناتها président des organismes li hadrou maana ala sis bach on va vraiment معناتها نثمنوا الخدمة هذه كي ايتي فايت اي كو ريالمون بيسكو يورا دي زارشيك دو بار لو موند اوتون كيل سوا معناتها لو فيرنيساج سوا في بار ان اركيتكت كي ريبريزونت توت سي ناسيوناليتي دونك دو كو صار هذيك لو 22 لينوغوراسيون اي سيتي فريمون ان مومون امبورتون دو ديكوفير دير لاركيتكت لوريا اي تو لي سا معناتها لي 5 لوريا ايتي بريزون دونك كما منهم توينسا بيان سور خاطر سور لي 5 بريمي 4 توينسا اي لو بروميي سي ان المان واللي هو جي وتو الموند a parlé un peu du cadre général ou ahna c'était pas le projet en tant que tel mais aussi la visibilité de Carthage exactement hada huwa li habit nerja ali c'est important khater Carthage ma tchkoun ma yarach taw la Carthage fitou c'est à travers ce nom qui a été tellement véhiculé et partagé donc neskoult wala ta'raf Tunis wala ta'raf Carthage elle hiya mach ghaniya a ta'rif surtout Carthage ma'nata fhamtni donc ahna c'était aussi un rôle à jouer معناتها ليماج دو بيي سي اوسي دو نوتر ديفوار دونك لقاء سمح بالعلاقات التشبيك ولقاءات كما كان يحكي سي امير كذلك التعريف نحكيو على قوه نتاع التسويق وعمل كبير نتاع التسويق ماركتينغ اللي خدمتوه لتونس وبالتحديد كارتاج وكذلك يمكن فما نوع من اعاده الثقه ولا شويه امل زاده خاطر نعرفوا انه اليوم كما حكيت انت سي امير بعد الكوفيد العديد من القطاعات تضرت خاصه الناس اللي يخدموا لحسابهم خاص والا في المؤسسات الخاصه فاليوم حاجه كيف من هكايه مهمه ترجع لنا الثقه ترجع لنا الامل والثقه هذه تنجم تهزنا البرشا بلايص من بيناتهم بلدان افريقيا جنوب الصحراء العديد من الكفاءات التونسيه اذا كنا نحكيو على المهندسين الحضاريين مثلا اللي هما منذ سنوات اذا كان مش من عقود عندهم البصمه نتاعهم والكفاءه نتاعهم مشهود لها هما حلوا الباب لبرشا اختصاصات ومن بينها اليوم الهندسه المعماريه والمهندسين المعماريين التوانسه اللي موجودين قاعدين يتموقعوا في السوق الافريقيه فانا نحب ناخذ من عندك شويه هكايه تنسنيس شنو احوالنا وشنو احوال المهندسين المعماريين التوانسه في القاره الافريقيه
شوف اكيد انه مثل ما قلت انت يعني العلاقه نتاع المهندسين المعماريين بافريقيا هي علاقه تو قديمه من اصلها عندها جذورها. حاولنا معناتها نجم نقول في لي ديرنيير معناتها فانتين داني معناتها يمكن اكثر الحضور نتاعنا ولا يتحس اكثر خاطر قبل كان زاد معنا عندنا وجود في بعض الاشياء ولكن نقول انا كانت اكثر في ان اوردر بوكو بلوس دبلوماتيك لمرافقه اشياء اكثر منه معناتها بروديكتيف ومعناتها يعني حاجه كونكريت. اليوم بيان سور المهندسين المعماريين هي سي كما تقول انت حاولنا باش نعملوا حاجتين. الحاجه الاولانيه انه ليكزيكويتي وسي دو مارشي لوكال خلات الناس تحاول باش تخرج لبرا. يعني باش نقول وراه الخروج نتاع المهندسين المعماريين ساعات يكون للضروره اونتر جيمي ما نحبش نستعملها الكلمه ما نحبش نستعملها الكلمه ولكن هي واقع. يعني هي حرقه باش هذا معناتها فما 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 لازم نحسوا انه راهو فما برشا وجيعه في برشا من الناس اللي قاعده تمشي وقاعده تتغرب وقاعده معناتها سي با اون بارتي دو بليزير. ياسر الناس يقول لك اي فلان قاعد يخدم في الكوت ديفوار وفي البنا وفي اي سي فري يخدم مي اكيل بري ها دونك يلزم يلفو معناتها راسيوناليزي ان بو مي بيان سور هنا لوردر عنده زاد دور كبير برشا لانه لوردر هو اللي اون كيلك سورت يحضر الارضيه باللي كونفونسيون بيلاترال باللي فيزيت دو بروسبكسيون بكذا هذه بيان سور تعملت ونشكر زاد السي بي اكس لانه رافقنا الى حد ما باللي ستركتور نتاعو نتاع الفاميكس والفوبروديكس وغيره يعني رافقنا الى حد ما باش عملنا الخطوه الاولانيه هذيك اللي هي لي تري تري امبورطونت دونك لا بروسبكسيون من بعد ديز اركيتكت يلون بري دو بليزير ولو يرجعوا لغاديكا تخلقت علاقات الى حد ما كنا في علاقتنا الاولانيه كنا في علاقه يا اما مع الدوله والا مع لي بروموتور. يعني وقتها في عينيهم نحسوا اللي هما حاجتهم بينا لان اي سونت معناتها الاكسبرتيز نتاعنا اي سونت لو سافوار فير نتاعنا لا كومبيتونس هذا ما يشك فيه حتى حد. ولكن احنا اليوم حبينا نعملوا حاجه اخرى اون فولي تيستي نظره لي زارشيتكت افريكان للارشيتكت التونسي خاطر سي امبورتون معناتها هو قاعد في داره لبس عليه جيت انت حليت الباب ومش تدخل بور بارتاجي افيك لوي معناتها فطور ولا عشاء. دونك سي سو بوان لا كي تري تري ديليكا تري سوبتيل هو اللي حبينا نعرفوه احنا اوزيو دي زارشيتكت اللي هما كانوا حاضرين من اون كانزان دو بيي ميديتيرانيان من افريك سوب سايريان حبينا نراو ديجا شنو هي نظرتهم. بيان سور انا نقول لك اليوم اون بوزي لا كيستيون دون فاسون تري انتيليجونت ويمكن حتى برشا راهم اللي حاضرين ما عبالهمش اللي احنا قاعدين سامحني في الكلمه نخدموا في الوحده هذه. علاش؟ على خاطر السؤال هذا ما سالناهش اليا 10 ما سالناهش اليا 15 ما سالناهش اليا 20 سالناه توا خاطر اليوم عندنا فيدباك دو ليكسبيريونس نتاع اللي قاعد يصير في افريقيا. اليوم لو كان السؤال هذا سالناه عندنا 20 سنه اوتوماتيكمون الارشيتكت الافريقي يقول لك يا خويا باه تحب تجيني نجيك شنو المشكل؟ نعملوا بارتنيريا انت تجي عندي وانا نجي عندك انت تخدم عندي وانا نخدم عندك مشكلة. فهمت بون سي فري اللي احنا عندنا يونيتي ناتوريل خاطر الباريم دونورير نتاعنا تيلمون طايح وبارك اللي بيجينا حد مي سا سي اون رياليتي نحكيو فيها نهار اخر ولكن اليوم وجودنا في الـ في, الـ في الافريك بيان سور وقتها كان ينجم يمثل خطر ويمثل قلق ولكن بعد 20 سنه شنو اللي صار؟ صار انه افريقيا بيان سور اللي هي الوجهه الاولى الان في العالم en matière de d'investissement, en matière de construction et de tout. ولات الوجهه الاولى للصين، ولات الوجهه الاولى لامريكا، ولات الوجهه الاولى للاوروب، ولات الوجهه الاولى لكل بقاع العالم. سامحني الناس هذوما كيف جاوا لافريقيا زعما خدموا لي افريكان سي با فري جايين افيك دي فورمول دو كلي اون مان اللي هي قتلت لي زارشيتكت افريكان وقتلت كل الطاقات الافريقيه معناتها وصلوا الناس يجيو باش يبنيو في افريقيا وجايبين ماكلتهم وشرابهم. باش ما نقولوش جايبين الدبز الماء نتاعهم يعني اون فان كونت لو روتور سور انفستيسمون اي نول ما عندنا حتى يعني وقتها بداو يفيقوا لي افريكان كو اون فان كونت اذا هو راهو مش يسيب روحه واذا هو اون فان كونت مش يدخل ناس من برا اوتون كي سوا افريكان اوتون كي سوا تونيزيان كو لي زوتر اول حاجه لان احنا ما عندناش نهم وما عندناش معناتها الجوع نتاع لي زيترونجي احنا او موان وقت اللي نمشيو غاديكا نمشيو نحطوا اليد في اليد مع لي افريكان فما انسيرسيون في اوسي سوسيتي زيد فما انسيرسيون سوسيال فما لا وحتى او نيفو دو ترافاي معناتها نمشيو نعملوا ان جونر دو بارتناريا على خاطر احنا بتاتر زيد اون بو با امبوزي لي ريغل امبوزي بار 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 لي امريكان ولا بار لي شينوا يعطيك الصحه هاي معناتها فما كونفلي دو سوبيريوريتي امير يفو دير اوسي راهي لا ميكرو مدام ليلى سامحني
Alors, il faut dire aussi que le marché africain, Araho Mouchsehil Tetrollo, dans le sens où ça part en groupement. Le marché africain, ceux qui ont réussi, c'est un groupement. C'est-à-dire, Jib, le bailleur de fonds, Jib, ton équipe technique, Jib, Koulchaï, Mata. C'est ça l'Afrique, en fin de compte. Allez, Chahna Koulou, Mazel Vierge. Ce genre de groupement, Mazel Kaj, il est en train de se former. Et la confiance qu'a les architectes subsahariens, les architectes tunisiens, c'est ça qui crée cette opportunité d'équipe, d'être en équipe. Et ça, c'est très important pour nous, pour Mata le valoriser. Et d'où d'ailleurs l'intérêt, lors des architectes qui étaient à l'origine de la Mata constitution, d'organismes qui Malfafa, Alfafa, Tsar Tfitoun, c'est ça, a été Fijerba. Mata donc, ce genre d'organisme, Litoun, Skint, Lihei, à l'origine, était très important parce que Fama a une prospection plus tard. Ou Taoua, d'ailleurs, le marché. Allez, Chonkoul, il s'élargit encore plus. On est aussi sollicité dans une commission, enfin, le ministère du Commerce, à Zlekaf. C'est que Zlekaf, qui est un peu juste les produits, les services. Voilà, exactement. Les services. Et d'ailleurs, on est en train de travailler dessus sur le projet qui fiche le service des architectes, les ingénieurs, les experts comptables, qui fiche le marché africain, ou qui m'a dit l'émir, le marché africain, la formule de Zlekaf, les domaines, ça calme les domaines, donc je mène un imchine dans l'architecture, ou nous avons la médecine. Et inversement, qui management l'architecture, si je mène radicalement l'architecte étranger, c'est vraiment très très importante à développer et à approfondir surtout. Certainement. Fit les films, exactement. Nous avons fait un investissement. D'une façon volontaire ou involontaire, amène un investissement en Afrique. Les étudiants, les architectes africains, les écoles tunisiennes. Il faut le reconnaître. Et ça, c'était la vitrine. Sur une forme de compétence tunisienne, après tout. Ils sont les vrais ambassadeurs. 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 Ils sont les 10 ou 15 ou 20 ans. Ils sont les vrais ambassadeurs. Donc, ils sont les architecte tunisien. اللي هو مش يدخل معاه نحكي في نفس اللغه نعرف على نفس اللغه ولا. وكذا وهو نفسه اللي اليز مرتاح باش يحط يده في يده اكيد جدا الحديث معكم شيق جدا واكيد باش تكون عندنا مصافحه في افريكا اكسبريس زاد خاطر النقطه هذه نتاع الخدمات والهندسه المعماريه وحضورها في افريقيا مهمه جدا ونجموا نسلطوا عليها ضوء باكثر تفاصيل شكرا لحضوركم معنا مدام ليلى بن جدو فوز اركيتكت بريزيدون دو لو اي تي سمير تركي اوسي اركيتكت بريزيدون دو لونيون ميديترانيان دي اركيتكت شكرا ليك نحن مازلنا معاكم في باتيلاب بعد شويه باش نحكيو على لافاسات فونتيلي والا الواجهات ذات التهويه اللي تخلي تربحنا برشا في الطاقه حل ممتاز في وقت اللي نحكيو على الهندسه المعماريه المستدامه هذا واكثر باش نحكيو عليه بعد شويه مع ضيفتنا مدام لينا بحري كي اركيتكت ريسبونسابل تكنيك دو لا سوسيتي لا فاساد باش نحكيو معاها على لي برانسيب دو سيت فاساد فونتيلي لي افونتاج شنو النصائح اللي تنجم تقدمهم لنا وخاصة لو كو فاصل صغير ونرجع لكم